كعادتنا دايما بنبدا مع حضراتكم بتذكره لاهم الانباء والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها عقد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع امس تابع فيه الجهود الوطنيه لتعزيز اطر التعاون الدولي متعدد الاطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر. وطلع سيادته على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني، ودي أول منصة متكاملة بتربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص. كمان من ضمن الأحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سلم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة. رئيس الوزراء قال كمان أن مدينة أكتوبر الجديدة هيكون فيها تنمية شاملة من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر. كمان اطلع الرئيس على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، اللي بيعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، وبيحتوي على مختلف الخدمات اللي بيقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي أو الفني أو الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وبرامج التدريب. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار ينص على اعتبار 7 سلع، هي زيت الخليط والفول والرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، واللي بتحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وده لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب. ونص القرار على إلزام حائز السلع 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزناً لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد اللي بيصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية. امبارح سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة. واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات المشروع، وأكد أهمية مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مخططات التنمية لكون مشروعاتها لا تقتصر على التنمية العمرانية بل تستهدف التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقومات المحفزة لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب المصري، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتي الوادي الجديد وجنوب الوادي بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورؤساء تلك الجامعات. شهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية تناولت التحديات اللي بتواجه المجتمع والدور اللي بتقوم به الدولة في مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مما يسهم في الارتقاء بمستوى المعرفة والوعي لدى الشباب الجامعي. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة دمياط تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة اللسان براس البر. في البحر الأحمر مطار الغردقة استقبل 122 رحلة طيران بتقل آلاف السائحين للاحتفال براس السنة في مصر. كمان في الشرقية تم الكشف الطبي على 2413 مريض في قافلة مجانية بالعاشر من رمضان. أما في شمال سيناء فتم افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة في العريش. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في دمياط أعلنت مدينة راس البر تنفيذ عدة مشروعات في إطار خطة تطوير المدينة بما يتناسب مع خصوصيتها كمدينة ساحلية وسياحية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة اللسان والممشى الساحلي ومجمع المطاعم واللي بيمثل منتزه ومتنفس جديد بالمدينة.
في البحر الأحمر، كشف جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة الدولي عن استقبال 122 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا بتقل حوالي 24,000 سائح من جنسيات أجنبية للاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، وده وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة. في الشرقية، أعلنت المحافظة عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان ل 2413 مواطن من أهالي مدينة العاشر من رمضان تنفيذاً لمبادرة 100 يوم صحة، وده من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتها مديرية الشؤون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين. في سوهاج، بدأت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الحديقة العامة بميدان الثقافة لخلق متنفس للأهالي وتوفير مظهر حضاري لائق، وده في إطار الاهتمام بأعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق العامة وخلق متنفس طبيعي للمواطنين. في المنيا، شهدت المحافظة افتتاح مستشفى طب وجراحة الأطفال بتكلفة مالية قدرها 70 مليون جنيه لتوفير الخدمات الطبية على أعلى مستوى. في الأقصر، شهد أرض مطار رحلات البالون الطائر تحقيق أعلى معدلات تحليق في تاريخ إنشاء البالون بتحليق 76 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 2100 سائح من حول العالم وسط أجواء طبيعية من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي قبل ليلة رأس السنة الجديدة 2024. في شمال سيناء، شهدت المحافظة افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة العريش وعودة العمل في محكمة شمال سيناء لاستكمال المنظومة القضائية في شمال سيناء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. في قنا، أعلنت مديرية الصحة أن القافلة الطبية المكبرة اللي أقيمت بقرية العليقات بمركز قوس نجحت على مدار اليومين السابقين في توقيع الكشف الطبي على 1053 مواطن وتوفير العلاج بالمجان.